تعطينا غير درجين. نحكي اليوم على من القصص الناجحة ومن الشباب التونسي الفاعل في البلاد وقت يحل برشا مشاكل، ومن جملتهم مشكل الموارد المائية في تونس اللي يشهد تراجع تاريخي. نسبة توصل نعرفوا احنا في العام هذا ما فماش برشا أمتار، ما فماش في العام اللي فات كيف وهذا اللي خلينا قدام سدود نقص كبير فيها من حيث التعبئة. لهنا قاو الجمعيات المدنية تدعو إلى إعلان حالة الطوارئ المائي، فنلقاو حل من الحلول اللي نجم ينقذوا الوضعية هذه. نحكي اليوم على اختراع جديد، تقنية لإنتاج الماء الصالح للشرب. منين هذه باش يكون؟ من الشمس ومن الهواء بتونس. معنا عبر الهاتف لأكثر تفاصيل الدكتور في علم الطاقة رامي القلعي. أهلا وسهلا سي رامي. ألو. تمام. عندي شويه الصوت، خاطر الصوت متقطع. دونك نقدم روحي، رامي نقول لي انا دونك دكتور مهندس في الطاقه وخبير في الطاقه الشمسيه. مرحبا بك، شكرا على قبول الدعوه. نسمع فيك سي رامي، شكرا لك على قبول الدعوه. اليوم نحكيو على اختراع جديد ينقذ بلادنا من هاي مشكل ندره الماء اللي قاعدين نشوفوا فيه عام بعد عام. والتقنيه هذيا تنتج لنا الماء عبر الشمس والهواء. اليوم خلينا نفهموا ساعه قبل كل شيء الكونسيبت نتاع التقنيه هذيا، الميثود منين جات؟ اسكو 100% تونسيه؟ اسكو فيها اطراف اخرى من دول اخرى؟ تعطينا فكره شويه سي رامي على الموضوع. اوكي، انا دونك فعلت هي الستارت اب، هي ستون فيليال من ستارت اب فرونسيز. دونك هي معناتها ستارت اب الام هي الستارت اب اكوا دي سول، اسمها اكوا دي سول، وانا اليوم المدير التقني ورشاش ديفلوبمون تاع ستارت اب مير. لكن زاد في نفس الوقت معناتها نحن خممنا باش نجيبوا التقنيه هذه لتونس ونطوروها في تونس، ولذلك علاش انا اليوم لو كوفونداتور اللي هي فيليال، ما هي زاد اون نوتر ستارت اب كي سابيل اكوا دي سول تونيزي. دونك نحن اون فيت اليوم نخدموا على لوحه شمسيه اللي هي دونك ان بانو سولير اللي ينتج الماء صالح للشرب. معناتها كيما اليوم في السطوحات عندنا بانو سولير لوحه شمسيه تعملنا الضوء، اليوم زاد ان شاء الله باش نوليو عندنا لوحه شمسيه تعملنا الماء صالح للشرب. كيفاش ننشو فيها اون فيت؟ اون فيت نحن شنو ننشو فيها بسون الكتريسيتي ني حتى شيء. En fait, c'est une technologie que nous sommes une technologie par absorption. Je n'aime pas. Nous retrouvons le mail. في اللي هي موجوده في الهواء، خاطر الرطوبه هي شنو هي؟ هي ما في حاله بخار. ومن بعد شنو نستعملوا الطاقه الشمسيه. الطاقه الشمسيه شنو تخلينا معناتها شنو نعملوا؟ الماء هذاك اللي نمتصوه في الليل عبر هو سي دي بي، دونك عبر سي دي بي صغار موجودين في الانتيريور نتاع اللوحه، هما اللي باش يمتصوا هالماء هذا. في الغدو هيك الصباح وقت الشمس تضرب على اللوحه الشمسيه، نطلعوا في درجه الحراره ويسوفي نطلعوا فوق ال 100 درجه بشكل ما هذاك اللي امتصناه الليله كامله يولي بخار، وكل بخار هذاك باش يمشي يطلع فوق ويجي على البلاره. سهله معناتها حاجه بسيطه باش واحد يفهمها، وقت البلاره هي ابرد من البخار، هذاك البخار يعاود يرجع ماء والماء هذاك دونك اون لو ريكوبير. دونك الماء من بعد شنو يصير له فلتراسيون باش ننظفوه، ومن بعد نعطيوه الاملاح اللي بتخلينا عندنا ماء صالح الشراب بالاملاح اللازمه للبشر. دونك نلقاو فيه القيمه الغذائيه، الاملاح المعدنيه، التركيبه، خاطر نعرف احنا في دابوس الماء ولا كيس الماء لازم فما تركيبه معينه تكون موجوده، من المغنيسيوم، من الاملاح المعدنيه، من الكالسيوم وغيره، الكل باش يكون متوفر وموجود. بيان سير، هو دونك نستعملوا زاد حتى نستعملوا زاد معناتها ستين الج مارين، الج مارين نلقاوها في 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 البحر، وهي سبحان الله اللي بتعطينا توت لي بروبريتي فيزيك وشيميك للماء. وبيان سير نحن معناتها ما نعملوش نيمبورت كوا، معناتها ديما عندنا دي نورم اللي هما لي نورم دو لونغنيسيون موندال دو لا سونتي. عندنا لي نورم كو سوسوا في الاملاح، كو تسوى حتى في لي ميتو، معناتها حاجات علميه مضبوطه. ونحن ديما معناتها وقت بدينا نعملوا في المشروع هذا ديما معناتها لا بروبليماتيك نتاعنا هو لا كاليتي دو لو، معناتها اللو لازم يكون بالاملاح المعدنيه وفي لي نورم واللودور وحتى معناتها اللودور كيفاش يقولوها
وال كيف يقولوها هي معناتها والذوقان، فصلنا والذوقان يكون معناتها باهي بنين، فهمتني؟ المطعم، اي المطعم نفسه، المطعم الماء الطبيعي، اي الماء العادي، المطعم اللي عليه فوالا بي. سي رامي، الميثود هذه ديجا نعرفوا احنا في تونس قداش عندنا مشكل كبير في الماء في العوام هذوما. دونك اليوم تنجم التقنيه هذه تدخل للديار التونسيه، لمؤسساتنا، شركاتنا، المعامل اوتوماتيكمون ويعتمدوها. بيان سور، هو من وقت شكون تم اعتمادها ولا انكور؟ هو راهو بين المشروع خممنا اكثر حاجه عك الناس اليوم ما عندهمش سونز اكسي الو، سونز اكسي الكتريسيتي، اللي هما راهو 300 الف مواطن في تونس ما عندهمش اكسي الو ني الكتريسيتي، وعندنا حوالي 250 الف عائله عندهم ماء غير صالح للشرب. دونك نحسبوا نحن 250 الف عائله، كل عائله فيها اربع من الناس، عندنا حوالي مليون مواطن في تونس عنده الماء لكن غير صالح للشراب. ما نحكيوش على كل العباد اللي ما عندهمش لا ماء لا ضوء. هذوما اليوم عندنا حل، سي عندنا حل، عندنا حل معناتها باللوحات الشمسيه هذيا نجموا نوفروا لهم الماء في ديارهم، معناتها مش لازم توا الانسان يمشي يعمل كيلومترات على ساقيه من البعيد باش يجيب الماء، فهمني؟ في دي كونديسيون، شوفوا دي كونديسيون معناتها في السين سانيتير خايبين، لا توا عسطح سفين نجيب البانو في ساعتين نحطوا ثلاثة أربعة خمسة بانوات اون سيري وكيك نوفروا الماء صالح للشرب. سيرامي، خمسة بانوات قداش ينجموا يخرجونا يلمون لا ماء؟ قداش ينجموا يلمون لا ماء؟ وقداش المدة اللي تتلم فيها الكونتيتي هذيك؟ اي بيان سور، نحن اليوم تعرفوا نحن في بداية المشوار، دونك علاش سما ستارت اب؟ دونك اليوم لو بانو ينتج حوالي 0.7 ما بين 0.7 لتر في النهار. البانو هذا يعمل 0.7 متر مربع، متر على 0.7. دوك البانو يعمل 0.7 مليلتر الواحد من اللتر، لكن نجمو معناتها نجيبوا الكونتيتي اللي حاجتنا بها لوحات شمسية اون سيري، فهمت؟ معناتها انا اليوم جاني مواطن يقول لي انا في داري حاجتي مثلا بخمسة لتر في النهار، خمسة لتر في النهار، دونك لازمو ابري خمسة دي بانو اون سيري. لكن نحن معناتها واعيين في النهار، البانو يخرج اترا، نعم. اترا ما في النهار هكاك نقولوا اترا في النهار، فوالا اترا في النهار. لكن نحن بيان سور توا عندنا بروجرام دو ريشيرش وانا المسؤول عليه على خمس سنين، والهدف نتاعنا اللي ان شاء الله في عامين ثلاث سنين لازمنا اون دوبل لو برودكسيون، معناتها ان شاء الله في عامين ثلاث سنين البانو باش يولي ينتج زوز اترات في النهار ان شاء الله. بتيت ابتي باش هكاك نجم نغطي واحنا احتياجات المتساكنين واحتياجات الفلاحه واحتياجات هي بدايه فكره ولازمنا نطوروها، وهذاك هو الشالنج نتاعنا اللي لازم نطوروه باش نخلطوا رونتابيتي ونخلطوا معناتها المنتوج يكون اكثر، باش نخاطر زاد فما اوتر ابليكاسيون هي ليريغاسيون ابليكاسيون، وفما حتى حاجه اخرى كنا بال لاكوني ولا فيجيتاليزاسيون في الفستوحات، فما برشا حاجه اخرى. واضح. سي رامي بون كوراج ليكم، شكرا ليك، حاجه ياسر تفرح تفرحت وين صح انه كل مره هو حلم نحبه يكون حلم توانسه الكل، خاطر هذا راهو باش يكون ان شاء الله معناتها مكسب كبير لتونس، اللي غدوه ان شاء الله تونس تولي عندها تكنولوجي باش تقاوم مشكله كبيره اللي هي مشكله الماء. معناتها بالحق هذا ان شاء الله يكون مكسب مش كان الستارت اب اكوا دي سول تونسي، هو مكسب للتوانس الكل. وبيان سور فما الامباكت انفيرمونتال ديغيغ، على خاطر كل بانو زاد باش يقتصد في البلاستيك في طبيعه امباكت دارير هالمشروع هذا. واضح، يعطيك الصحه. هذه لهنا نعول واحنا ونعملوا على خبرات الطاقات التونسيه نتاعنا باش انها اليوم تنقذ ما يمكن انقاذه. شكرا لك سي رامي. رامي قول لي، دكتور في علم الطاقه، اختراع جديد، تقنيه من التقنيات اللي قد تنقذ بلادنا مستقبلا وتنتج لترات كبيره من المياه الصالح للشراب
المياه المعدنية اللي صالحة اليوم للأكل للأغذية للاستعمال كذلك، وتكون مصدرها من الشمس والهواء. مدي ساعتين رجعنا لكم بعد شوية.